هلا كل هالاشياء صارت وانا اخر من يعلم؟ ليش وين عم شوفك دموازيل لخبرك؟ قبل كل شيء الليله بتركي بيت بيك وتجي بتنامي عندي. ما فيي ابدا، يا ريت بيي ما بيقبل. وليه بالله؟ لانه اجت الفرصه لعنده باجريا، مش معقول يروحها. فرصه شو؟ يتقرب من حب حياته. ايوه والله مش هيني هالجمانه. وانت ولي شو كنت عم تعملي مع فارس؟ ماشي كنا قاعدين. هلا هو حاول يستدرجني لعنده على البيت بس اكيد انا ما قبلت. عم بوقعه. وبعدين شو صار؟ وهلا بعد شوي رايحه لعنده على المكتب، عندي فوتو سيشن. خديني معك هيك بقري لك افكاره وبعرف شو ناوي. حبيبتي ما في لزوم، انا من نظره وحده بعيون الرجال بعرف لك شو عم بفكر. اساسا كلهم بفكروا مثل بعضهم. تضربي شو شايفه بحالك؟ طول عمرك شايفه بحالك. انت جربي تطلعي بعيونه لرجا، بركي عرفتي لك شي شغله. هيك هيك مقطوع الارسال. بس لو بتعرفي شو بحس بس اطلع بعيونه. بنسى الدنيا، بنسى اسمي. دخلك شو اسمي؟ شو بك اليوم والثاني بتنطلي لهون؟ هيدا مطرح شغل. أنا لولا المشاكل المستعصية عندكم بالبيت ما كنت جيت. يي؟ هيدا شي طبيعي بيصير بكل بيت. طبيعي؟ لا منو طبيعي، ساعة يحرض الصبي، ساعة تحرض البنت. أنا جاي حتى نقعد كلنا على طاولة حوار ونلاقي حل يرضي كل الأطراف. يعني حضرتك بدك تكون عراب هالطاولة؟ ايه طبعا، ما تنسى انه انا بي الاولاد. انا ماني ناسية، بس انت ما تنسى او ما تتناسى. على كل حال، على كل حال، يعني انا جاي مدلك ايد المساعدة لنزع فتيل الازمة، وراح تضل ايدي ممدودة على طول. رومانتيكا؟ شو عم تخبي سال؟ 4500 لايك، 500 كومنت، و120 شير. شو عم تكتب؟ مين الطيار عصام الأسطورة؟ عجبك؟ لي أنا سمعتها بداية هي وعم تغنج عليه وتقول له سلامة قلبك. للدكتور فريد؟ لك يا للدكتور فريد. لك يا عمي شو عم بصير؟ معقولة وحدة تترك حدا بهالشبوبية اللي مثلي أو بالشبوبية اللي مثلك وتلحق واحد ختيار مثل الدكتور فريد؟ لك شو عم بصير بالدنيا؟ شو عم بصير؟ عجبك؟ ختيار ولك ختيار ومهرهر وعلى حافة قبره كمان وبتتغنج عليه وبتقول له سلامة قلبك. الدنيا حظوظ خي إيهاب. شو قلت؟ الدنيا حظوظ خي إيهاب. خي إيهاب؟ بعرف؟ هي أول مرة بسمعك بتقلي خي إيهاب. أنت عن جد تعتبرني مثل خيك؟ وأعز ولو ما نحن مثل الإخوة طالما في إشياء مشتركة بيناتنا. قصدك جمانة ما هيك؟ جمانة؟ طالما نحن اتنيناتنا كنا مجوزين الجمانة واتنيناتنا اتطلقنا الجمانة وأكلنا نفس الضرب، ففي إشياء بتوحدنا بالمصايب خي إيهاب. المصيبة بتوحد. لك على عيني خي عماد. دخلك انت ما قلت لي شو رح تعمل بالمعمل؟
حبة كراميل بتعمل هيك؟ هي عرفت بقصة داليا. طيب يا رومانتيكا، أنا بفرجيك. نغم، حضري لي حالك، عنا جلسة تصوير كثير مهم اليوم. لمين؟ لصبية اسمها رهف، صديقتها لمايا، بدي تهتمي فيها كثير منيح. شو المناسبة؟ قلت لك رفيقتها لمايا. ها، اوكي. هلا بدك تقنعني انك مهتم بالبنت لحتى ترضي مايا ولحتى ترضي رجاء ابن خالتك؟ فارس، قرب لهون. حط عيونك بعيوني. حطيناهم. شو القصة؟ دق التليفون. حاطه سايلنت. ايه عبود؟ اي حصان ربيع؟ احمر؟ خديتي ولا لسه؟ نقصتني. انت خفتي مني ولا ايه؟ اكيد لا. لا على السؤال الاولاني ولا على السؤال الثاني؟ حتنين سوا. طيب ايه رايك نتغدى مع بعض؟ مضطرة اقول لك على السؤال الثالث لا. ليه؟ لانه من امبارح نايمة عند البابا واكيد بزعل اذا ما تغديت معه. اذا بدك نتغدى بكرة. انا مش هستنى لحد بكرة. ايه رايك نتعشى ونسهر مع بعض؟ على فكرة أنا بشكرك. على شو؟ على الحاسة اللي عندك. ليه شو صار؟ كل الشهادات اللي جابها دكتور ناجي طلعت مزورة، وأنا بلغت عنه. يس 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 بيصدقها. دي المرة التانية تنقذيني من مصيبة في الشغل. وما رح تكون آخر مرة. طب أنت مين؟ مايا. أنا عارف إن أنت مايا. بس طلعتيني منين؟ عفريت. عفريت؟ وين بعت العفريت؟ يمكن القدر. في حاجة غريبة فيكي وأنا مش فاهمها. أتعذب حالك. كل القصة إنه الحاسة السادسة عندي قوية شوي. دي مش سادسة، دي سبعة. وعم بشتغل على الثامنة كمان. لا أنا كده حخاف. لا. بعمرك ما تخاف من الناس اللي بخاف عليك. طب الحادثة التامنة دي تقدر تقول رح نتعشى ايه النهارده؟ بدي ركز شوي اكيد لانه انا بشوف. شوفي؟ طب انا هاخد الاوردر. اوكي. تفضلي يا مدام. تبولة. تبولة. مشاوي. مشاوي. وحمص بطحينة. على فكرة أنا مش عايزك تستقبلي فؤاد شاهين في المكتب وأنا مش موجود. ماشي؟ مايا. أوكي أوكي بنحكي. عرفت مين الخاين؟ ولو مسيو فؤاد. هيدا سؤال بينسأل غسان. اللي برد لي قلبي، يلا. مفاجأة مش رح تتوقعها أبدا. حزور مين هو؟ بلش بالحزيزير. موني روني. روني ما غيره؟ أقرب المساعدين لإلك. قدرت كارلا تخترقه. وأنت شو عرفك؟ هيدا تقرير كامل عن كل الديتيلز والتحركات المشبوهة اللي بتجمعه بينه وبين كارلا. هيدي صورة لروني وكارلا عم يتغدوا سوشي.
وهيدي صورة تانية لقلهم بمطعم صيني بس عم يتغدوا طلياني تيعملوا تمويه. بصير يلا نهارتك شو زكي تعبنيك معنا ها؟ يعطيك العافية. بس هيك مسيو فؤاد يعني انت متخيل قديش تكاليف الشبكة اللي جبت لي كل هيدي المعلومات؟ صحيح فهمت عليك يا ملعون. هذي أصلاً هدولي بتستاهلهم انت. بس اسمعني إذا المعلومات كانوا غلط السينك بدي شيله من محله. هاي مسفوعة. اوكي هلا بتبرمي شوي على اليمين. على اليمين اوكي هيك يعني ايه اوكي بس هلا بدي تعطيني نظرة شموخ. ايه تمام ممتاز ممتاز. خلينا نجرب هلا. تخيلي انه الدرايفر تبعك تاخر بالعجقه وانت ناطرتيه وعندك مشوار ضروري وهو معلقان بالعجقه، وانت صرتي ناطرتيه ما بدك بقى تروحي المشوار، بدك بس تزفيه. وبنفس الوقت في خمس شباب لاحقينك عم بيطاردوكي، عطلتيش وما طلتيش، بقى انت علقانه ما بين التفكيرين هيدول، فخلينا نشوف كيف تفاعلي مع هيدي اللحظه. نغم لأسرقيه. بس هوني حاسه يعني عم صور فيلم سينما مش عم بعمل فوتو سيشن. كله فن هيدا راب، كله فن، مش هيك نغم؟ هيك. حلو حلو. سرقيه نغم. كثير حلو. كثير حلو. هلا خلينا بدنا نعمل تعابير ثانيه لنعتبر انك قاطعه بالسياره وفي حدك ما توخذيني بهالكلمه يعني جوره بجرير وعم بتفح منها بقى روايح. بس هيدي هي روايح كريهه وانت بقى يعني الشعور الاقم. ايه الهيئه في شيء حبيته لانه شعور كثير طبيعي ما تبالغي. ايه هيدي على الأد. ايه نغم اعطيهم. ايه سرقيهم نغم كلمه. ايه انت ضلك قاعده. آخر مرة رقصتي رقصة زي كده؟ يمكن هيدي أول مرة. يمكن؟ أكيد. إنه رقصة كتير بس هيدي أول مرة. إيه؟ أول مرة بتحسي بالإحساس اللي أنت حاساه دلوقتي؟ أنا كمان. وكمان أول مرة برقص مع حدا ما بدحس لي على إجري. أعلى حاجة فيكي عفويتك. بس؟ فيك سحر غريب. السحر بيوقف مفعوله قدام سحرك. أنا بحبك. هيدي أحلى كلمة سمعتها بحياتي كلها. وأنا بحبك.
فادي؟ عم تطمن على اختك مايا؟ طالما مايا عن بيي انا مطمن. ما بكفي انك تكون مطمن. مام في اعرف ليه عم تحكيني هيك؟ لانه حضرتك وقت اللي زعلت وتركت البيت، اختك تاني يوم راح تتصالحك. ويعني؟ يعني بدي اياك من بكره تجيب اختك على البيت، مفهوم؟ مام بفهم بلا الخبيط. انا ما ربيتكم هيك. أنا ما ربيتكم على القسوة، أنا ربيتكم تحبوا بعض وتخافوا على بعض، ليه عم بيصير هيك؟ إيه ليه عم بيصير هيك؟ رح أقول لك ليه عم بيصير هيك، لأنه لا أنت ولا مايا حابين تتقبلوا العجيبة اللي صارت اللي هي إني كبرت. هلا منزلتيني آخر الليل ومقعدتيني معك لتضلك ساكتة؟ ماني منيحة داليا، مش منيحة. حاسة فيكي خير. شوفي رجا، تضايقتي لأنه رح يتعشى هو مايا؟ القصة أكبر من هيك. شو قصدك؟ إحساسي تجاهه عم بيتغير. كيف يعني؟ يعني أول ما إجا كنت حاسة إنه شاب حلو، ملياردير جاي من برا، ثروة، فرصة لازم أربحها. بس هلا غير شيء. غير شيء؟ شو يعني؟ شو في؟ حاسة بلشت حب. بونجور فؤاد. ألين، بقدر أقعد معك ولا حابب تبقى لحالك؟ من أيمتى بدك إذن؟ بعدك زعلان مني؟ ليه عملت شيء بزعل؟ مع إنه أنا اللي لازم أزعل، بس رح مرق لك إياها هالمرة لضرورة المرحلة. ما فهمت. فؤاد، نحن فتنا بمرحلة الخطر. المعركة مع رجا مش عم تمشي لصالحنا أبداً. كارلا، يا ريت بتعطيني من الآخر. ما عندي وقت ضيعه على هيك مقدمات. أنت خسرت المعمل وأنا يمكن أخسر رجا. يعني اثنيناتنا رح نطلع من المولد بلا حمص. ليه؟ جد شي بينك وبين رجا؟ تفضل، شوف بعينك.
معقول؟ سكرتيرة؟ تخيل منافستي وحدة سكرتير تيفها. اها هيدي هي ما عطيتني وجه لما حاولت طبقها، وخطة الحمص بطحينة ما نفعت. تريها منيشني عم سرجة، منيشني وراسمة ومخططة وطاحشة. هكا الحال شغلة عادية مانا كارثة. كيف شغلة عادية مش كارثة؟ مش شايفهم كيف عم بيرقصوا مع بعض؟ كارلا كل المدراء بيظهروا مع الموظفين عندهم، وأنا على طول بعملها مش أول مرة. بعدين علاقة بتولد بسرعة، بتموت بسرعة. وإذا ما ماتت؟ كارلا بتموت؟ فؤاد ما بعرف، لازم نتحرك بسرعة. أوكي تحركي. شو فكرة تعملي؟ أول شيء لازم نرجع نتحد مع بعضنا وننسى كل الخلافات. اتحدنا. ثانيا لازم ابعد مايا عن رجا بأي طريقة. كيف؟ هون السؤال، كيف؟ بلش حبيبي. شو انت مش رح تتروقي معي؟ انا بتروق بالشغل. لا ما بقبل، مش رح اتروق لوحدي. وانا كمان ما بقبل، ما رح خليك تتروق لوحدك. شو؟ أي ساعة رجعت من السهرة امبارح؟ ما حسيت عليك؟ ما كتير تأخر. ليش أساساً أنا بعرف أي ساعة رجعت؟ لك أنت مطفي من الشرج. ما عم كنت سهران؟ لك أخ ما تسكريني، قضيت ليلة من العمر أنا وأقسامة. مع صديق لي من أوكرانيا. كترانين أصدقائك من أوكرانيا بابي. يعني حسيتك عم تعمل مجهود لتوطد العلاقات اللبنانية الأوكرانية. ما نحن عم نفتح خط شغل جديد كرمال هيك، يعني عم نجتمع كرمال التفاصيل النهائية. أما شو تفاصيل؟ عيون شفاف خصر. مال ما تكمل. ما يا شبيكي مالكشي. ما تقول، ما تفكر، ما تفكر. أوكرانيا كلها نسية بابا، كلها. ما يا شبيكي ما حكيت شيء. ما بيني شيء. أنا بابا هيك بهسر بس أتأخر على الشغل. يلا باي. باي باي حبيبتي، انتبهي على حالك. أنا شو صار له؟ صباحو. صباحو. مين حضرتك؟ ماسنجر. شو يعني؟ جيب لك رسالة من الخواجة عاصم. إذا كرمال النصريات قل له رح يكونوا عنده بأقرب فرصة، وفوقهم باوسي كمان. الخواجة ممكن يسامحك بالمصاري إذا قبلت تتعاون. تتعاون بشو؟ هو حب كتير البنات اللي عملوا معك آخر فاشن شو. إيه؟ القصة ما بدها كتير شرح، بعتقد فهمت علي. فهمت عليك. قل له لمعلمك انه غلطان بالعنوان. انا فاتح هون ايجنسي للمودلز مش ايجنسي للدعارة. واذا مفكر حاله في يشتريني بالمصريات قل له مثل اجر المصريات تبعه كلها على بعضها. شو قلت؟ يا خي لحظة شوي، روق ما تنفع لي بهالطريقة هيدي. انت بس ماسنجر، خليك ضمن الصلاحيات اللي رسموا لك اياها، مش تتقوى علي لانه عندي ايد وحده. بلم عليك البنايه كلها. اوعها العباد. هاي ميوش. اهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. مسيو رجا مش هون. ومين قال لك انا جاي اشوف رجا؟ انا جاي اشوفك انت. اهلين. بعدك زعلانه مني؟ ليه؟ لاني عيطت عليك وبهدلتك بسبب فنجان قهوه؟ لا ما بيأثر، طالما اعتذرتي اتس اوكي مش الحال. بتعرف الحركه اللي عملتيها ذكيه بس قديم شوي. أي حركة؟ بتعرفي منيح أي حركة،
ليكي مايا، أنا كتير بتعجبني البنت الذكية، بس ما بحب أبداً البنت اللي بتتزيك علي، لأنه بلعبة الذكاء أنا دايماً بالمركز الأول. هي وأنا كنت بالمركز الأول دايماً بلعبة الشطرنج والكيك بوكسينج، لو تشوفي بالباسكت. بس بصراحة مش عم بفهم عليك. شكلك مكملة باللعبة. لوين بدك توصلي مدام؟ فيني أفهم لوين بدك توصلي؟ لهدفي. شو هو هدفك؟ ليكي مايا، يمكن أنت ما بتعرفيني منيح، أنا من لما كنت صغيرة ما كنت حب حدا يشاركني بأي لعبة، كنت دايماً حب ألعب لحالي، لدرجة إذا شفت بنت على المرجوحة اتفشى وتمرجح لحالي. أوكي. آه، يعني ناوية تدفشيني عن المرجوحة. لا حبيبتي، أنا بس كنت عم بمزح معك، جاي اطمن لشوف إذا بعدك منيحة. باي حلوة. شو رأيك اغلي لك فنجان قهوة؟ سلمي لي على رجا. بيوصل. بتعرف شو كنت اشتغل قبل ما اصير رجل اعمال؟ لا مسيو. كنت لحام، يعني معوض على الصلخ والفرم والتقطيع. مسيو والله ما عملت شيء، شو بحلف لك لا تصدقني. خلاص ليك، مصير كل خاين عميل عندي هو الموت. انا كنت ناوي كبك هون تحت بالبيت، بس بما انه انت بتشتغل عند اختي كارلا وانا بحبها كثير لاختي كارلا، قررت خفف الحكم عنك. أنا بريء. أنا بريء؟ ما عملت شيء. بقول لك أنا بريء. شو بحلف لك؟ أنا بريء، ما عملت شيء. شو رأيك؟ شايفها منيحة ومش منيحة. يعني بتزبط تكون موديل؟ ممكن تزبط، ممكن ما تزبط. هلا إذا ما زبطت بتتزبط. انت شو رايك؟ انا برايي بتزبط، اذا اشتغلنا عليها شوي بتصير كثير منيحه. طيب لكن نغم، في حال سالتك رهف عن الصور ما بتجاوبيها جواب دقيق، ما غمغي القصه. فارس، فيني اعرف شو في براسك؟ ما في شيء، اشتغلي مثل ما عم بقول لك وبس. طيب خلص، انا شو بدي هالشغله هيدي. خلص. هاي مايا. هاي، كيفك؟ منيح. شو ما خلص دوامك بعد؟ يلا على همي. طب يلا خلينا نمشي قبل ما يبرد الأكل. أي أكل؟ الغدا. رح نروح نتغدى عندك بالبيت. مش رح خلي إيهاب يقطف القصة هالمرة، أنا اللي بدي صالحك مع جمانة. أنا هلأ مش ناوي أروح على البيت. لا لا بليز مايا، ما تخجليني. أنا اتطوعت ألعب دور حمامة السلام بيناتكم، وسوي الوضع ودوب جدران الجليد. بي بيعرف انك عم تلعب دور حمام السلام؟ اكيد ما عم نسي انا وياه بالدور، دور منه دور مني. اذا بيعرف يمكن يخوف، المهم اني اسبقه. خلص لكن منأجلها لبكره، وهيك منقله لبي يروح معنا. لا مايا دخيلك بلا تأجيل، ما في أجلها لبكرة، أنا بكرة كتير مشغول، لازم روح الطعم ضد شلل الأطفال. شلل الأطفال؟ ما أمي نسيت طعمني أنا وصغير. يلا مايا رح يبرد الأكل. طيب خمس دقايق. صار رايح منه لدقيقة. ولو ما كان في لزوم تعذب حالك بالغدا. عذابك راحة جوج. بليز ما بحبوا هيدا الاسم. سوري سوري جمانة. شو
شو بك؟ ليه عم تطلع فيي هيك؟ هلا اهم شيء رجعت المي لمجاريا ورجعت الالفه والمحبه بيناتكم. والاهم من شيء تشوف ام الجوج وطرقت وخزوق لايهاب. ناطرين حدا؟ لا ابدا. فاتي افتح الباب حبيبي. كيفك فادي؟ هيدي خيانة عظمى، هيدي قلة حياة. عاملين كلها العزيمة وعازمين عماد وأنا ما بتعزموني وطالبين دوليفري. شي كتير مهم. انت اكتشاف، انت مشروع نجمة كبيرة، بس سوء حظك جابك على العنوان الغلط. لما كنت بين ايديه وعم نرقص مع بعض كانت الدنيا عم تفتل فيي. هالمرة بس ما عدت سمعت اللي عم يفكر فيه. هالمرة بطلت اسمع صوته، فصلت عن كل شي حوالي. حواسي الخمسة تعطلت وعشوي كنت رخيب عن الوعي، بس فجأة صحيت. فجأة اجتني طاقة رهيبة وكأنها صدمة كهربا. كلمة بحبك هي اللي وعدتني، كلمة بحبك هي اللي أعطتني كل هيدي الطاقة. تفضل. مصير؟ مصوارين؟ عم بقطشك عن شي؟ لا ماشي مهم. في شي؟ جيت لك سوري وانه سامحة خيك الصغير. بسيطة حبيبي ولا يهمك. يعني سمحتينا؟ أكيد أكيد سمحتينا. سامحينا 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 سامحينا. انه خلص يعني مشينا. قلت لك اوكي سامحتك. شو في؟ ليش عم تطلع فيي هيك؟ انت ليه عصبتي هلا؟ يمكن لاني مضغوطه شوي، يعني كثير مضغوطه بالشغل. وفي فيك تظهر لبرا شوي؟ بدي ارتاح. انا كثير متضايقه تعبانه. لا 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 لا، أنا قلت لك سامحيني مرة واحدة، أنت سمعتيها أربع مرات مشان هيك عصبتي. لا لا مش مزبوط مش مزبوط. كشفت اللعبة كشفتها. أي لعبة؟ أنت فيك تقري أفكار العالم اللي حواليكي. لا مين قال لك هالحكي؟ لا مش مزبوط. سرك اللي مخبيتيه عن كل العالم صار عندي. إذا رح تضل تنكر بدي أفضحها، بدي أخبر كل الناس عنها. لا لا فادي اوعى دخيلك، اوعى تخبر حدا. شفتي كيف؟ قلت للجملة براسي بس تقصدت إنك تسمعيها. كشفت اللعبة وعجربة تنكرة. ها بس انت كيف عرفت؟ يعني عم تعترفي؟ ايه انا بسمع افكار الرجال بس اوعى تخبر حدا. هلا بخبرك كيف صار هيدا الشيء وليش. مش رح اقبل ابدا ابدا الا تسرقوا مني. بعد ناقص هالثقيلة المتعجرفة المتفلسفة اللي بتضلها هيك تعطيكي مواعظ. داليا عم تحكي كأنك بتعرفيها. بعرفها، كانت صاحبتي. شو؟ قبل ما اعرفها هالقد سخيفه وثقيله وتافهه. وليه ما خبرتيني انها كانت صاحبتك؟ ما سالتيني. انت ناطره انا اسالك؟ انه مش معقول شو غبيه. هلا انا غبيه؟
لا سوري حبيبتي مش غبيه، انت كتله غبا. بتعرفي شو؟ الله يسامحك ما راح ازعل منك. هلا خبريني شو صار لحتى بطلتوا صحبه؟ لك شويه مشاكل. مشاكل مثل شو؟ عاطفيه عاطفيه. ايه مثل شو؟ انه هي فكرت انه انا السبب كرمال هيك تركت خطيبه. ها؟ هلا انا كنت بعرف انها مخطوبه بس ما كنت بعرف انه انت الك ايد بالقصه. انه هلا الي ايد صغيره بس ما تفهميني غلط. وشو هي الايد الصغيره؟ لك انه سوء تفاهم بسيط يعني، بس هي بتحط بقلبها قد منها حقوده. داليا شو هو سوء التفاهم احكي؟ اكتشفت انه انا وخطيبها كان بيناتنا في علاقه. بس؟ صباحو. صباحو. عم نشرب قهوة مع بعض؟ أكيد. وصل إيميل من الشركة الألمانية، عم بيقولوا إنه التنين رح يشحنوا أجهزة الضغط. خبيان. على فكرة مبروك إنك رجعت البيت. ميرسي. بس مين قال لك؟ أخوكي. فادي؟ آه. مستغربة ليه؟ هو الحاسس السادس مش شغال النهاردة ولا إيه؟ لا بس إنه وين التقيته؟ لا ما تقابلناش، كلمني على الموبايل. ممكن عايز يتعرف على حبيبك.